بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. تم وصول 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية أوقاف الجيزة، وتم تسليمهم إلى مديرية التضامن بالعجوزة، وبذلك يكون ما وصل إلى مديرية التضامن بالعجوزة 47 طنًا من لحوم صكوك الإطعام. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تسلمت مديرية أوقاف البحيرة اليوم سيارة صكوك إطعام تزن عدد 2 من الأطنان، وتحية الإعزاز والتقدير. فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية لهذا المشروع الخيري، وكذا الشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حفظ الله مصر وأهلها، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلمت اليوم الأحد الموافق 24/4/2022 مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم صكوك الإطعام لتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيعها على المستحقين، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بهذا المشروع، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.